أولا الحركة صارت قوية وانتشرت في المغرب من أقصى إلى أقصى بفضل الله سبحانه وتعالى، والأجر عند الله، احنا لا نريد بذلك علوا في الأرض ولا فسادا. لكن الدولة انزعجت من هذا. الدولة كانت تريد خروفا إسلاميا تسخره كما تسخر الخرفان أو الجحشان إذا جاز التعبير. جحوش. أي حتى هي تطلق تمشي تسير. فاكتشفت الدولة أن الحركة الإسلامية صارت موجودة في المغرب، لكن اكتشفت فيها نقطة ضعف. أنا أسست جيش لكن لم أؤسس ضباطا للجيش، بمعنى حركة بدون قادة أكفاء سياسيا ولا ثقافيا طلبا. وأنت لأول مرة تؤسس حركة إسلامية من الشباب في المغرب، لا تجربة لهم. فكانوا بالنسبة لي أنا كانوا لا يعرفونني جيدا، لأني لم أتحدث عن ماضي ولا تاريخي ولا شيء من هذا القبيل. كانوا يعتبرون عبد الكريم المفتش فقط، أستاذ مفتش فقط، هذا الكل ما هنالك، هذا ما يعرفون عني وما أحدثهم به عن الدعوة الإسلامية. بدأوا القياديين الإسلاميين الشباب الذين كنا نؤهلهم ليكونوا قادة، هؤلاء فتنوهم أولا بالتخويف ثم بالتشكيك فيها ثم في قرع أو قدح زناد الخصومة فيما بينهم، فانشغلوا فيما بينهم يتقاتلون بألسنتهم. شبابنا، هذا شبابنا، رغم أن بعضهم آذوني لكن غفر الله لهم جميعا، إن كانوا صغار السن لا يعرفون شيئا ويخوضون بحرا لا يعرفون أعماقه. هؤلاء شباب انشغلوا، هؤلاء الشباب نفسهم الدولة لم تكن تريدهم كقياديين للعمل الإسلامي. لماذا؟ لأن الدولة تعتبر أن النخبة، أن القياديون يجب أن يكونوا نخبة، والنخبة يختارها الملك والدولة، والنخبة لا بد أن تنتسب إلى أسر معينة ذات قيمة أسرية وقيمة اجتماعية. شبابنا لم يكونوا من هذه النخبة، لم يكونوا مؤهلين لأن يكونوا نخبة بمقاييس الدولة. أظن عبرت بما أريد أن أقوله بوضوح، الله أعلم. هؤلاء شبابنا هؤلاء فتنوهم، من بلغهم أنني أشتمهم، ومن بلغهم أنني أتآمر عليهم، ومن بلغهم بأنني داهية، خوفوهم مني عندما خرجت. طبعا في السعودية كذلك كنت محاصرا، لم يكن لي أي وسيلة للاتصال، ففتنوا فيما بينهم. هذه الفتنة التي فتنوا فيما بينهم واختلفوا معي كذلك بعضهم وشتموني وكذبوا علي وكذبوا على بعضهم، حتى إن مثلا إذا رأوا شخصا يعطف علي أرسلوا له شخصا آخر من الذين انغمروا في الفتنة يقولوا إن عبد الكريم أوصى بك شرا، وإن عبد الكريم ذكرك بسوء، فيثيرون حفيظته. دخلت العلاقات بيني وبينهم في هذا الإطار. مثلا أعطيك مثال، الرميد أنا لم أعرفه، لكن كان من الشباب من بعيد. الرميد من كان يهدد بعض الشباب في إطار التنافس بين الشباب على القيادة، تعرف الشباب صغار وكذا. مثلا كذبوا عليه، فلان شتمك، فلان كذا قال فيك، وفلان قال فيك، فحقد. ما زال حقده الشبابي يسير به إلى الآن، فكلما رأى نقيصة إلا ونسبها إليه.